مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو ميد. الحكم محرز المالكي هو اللي باش يكون حاضر لاداره مباراه النهائي كاس تونس الموسم الرياضي 2020-2021 نسخه المرحوم صالح بن يوسف، واللي باش تجمع نهار لحد 27 جوان كما تعرفوا النادي الرياضي النادي الافريقي بالنادي الرياضي الصفاقسي بدايه من 4 متاع العشيه بملعب جربة ميدون. باش يساعد المالكي في مباراة النهائي كل من محمد بكير مساعد أول، يوسف الحامي مساعد ثاني، ويسري بوعلي كحكم رابع. آخر أخبار إياب النصف النهائي من تشامبيونز ليغ الإفريقية، 3 غيابات في صفوف الترجي الرياضي التونسي، اليعقوبي وحسين الربيع ما زالوا يعانيوا من الكوفيد، وبالنسبة للشعلالي فإنه باش يكون غايب بسبب الإصابة. إصابة الشعلالي زادة باش تحرمه من مباراة السوبر التونسي مع الاتحاد الرياضي المنصري نهار 30 جوان. بالنسبة للأهلي المصري باش تكون تسجل 4 غيابات في خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي، هذا وقت ما كشف عن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض مواجهة الترجي الرياضي التونسي. القائمة عرفت غياب المهاجم مروان محسن مع اقتراب رحيله عن صفوف الأهلي، إضافة إلى غياب محمد هاني مقابل عودة أحمد رمضان بكام مقارنة بمباراة الذهاب، في حين باش يتواصل غياب محمود متولي وسعد سمير. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.